لتعليق أيضا ينضم إلي أيضا عبر سكايب من كييف فلوديمير شاماكوف الدبلوماسي السابق. سيد شاماكوف أهلا بك، كيف تقرأ استراتيجية روسيا اليوم بعد عام من هذه الحرب، وكيف تقرأ أيضا رد الفعل الأوكراني على هذه الاستراتيجية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة من أوكرانيا. نحن نجد بصراحة بأن روسيا فشلت هذه الحرب استراتيجيا في أوكرانيا. إن هدف أساسي عند موسكو كان على تغير نظام في أوكرانيا وعدم رجوع أوكرانيا أو رجوع أوكرانيا في منطقة نفوذ روسيا. ولكن الآن نحن نجهد بأن روسيا غرقت في مستنقع حرب. روسيا تحارب تقريبا 6 أجور على مدينة باخموت، وروسيا تحارب على منطقة دونباس تقريبا سنة واحدة. ترافق روسيا إخفاقات ضخمة في أوكرانيا. نحن نتذكر هزيمة مغزية روس في خاركيف، تراجع روس من خرسون، وقبل تكهكل روس من كييف، من محافظة كييف وألخ وألخ. الآن روسيا غيرت استراتيجية، هي حشدت قواتها في منطقة واحدة وتحاول هجوم على قوات مسالحة أوكرانية. ولكن في آن واحد نحن نشهد بأن موجود التقدم طفيف روس في منطقة باخموت. يدور حديث هجوم ليس على كيلومترات ولكن على مترات، وكمان خسائر أرواح روسية ضخمة. كشف بنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية خلال هذه الأيام بأن خسائر روسية في منطقة دونباس تقريبا 2000 جندي روسيا على 100 متر أو على 200 متر في هجوم على أوكرانيا في منطقة دونباس. يعني خسائر ضخمة، ولكن بوتين هو يتجاهل كل خسائر بشرية، خسائر أرواح، من أجل تحقيق طموحاته متهورة، هذا احتلال منطقة دونباس في أقرب الوقت. كما نحن نشهد بسبب الإخفاقات روسيا تقلل أهدافها. قبل كان هذا احتلال كل أوكرانيا، احتلال كييف، الآن روسيا ترغب احتلال فقط. لكن روسيا لم تتحدث عن احتلال كل أوكرانيا سيدي، تحدثت فقط عن مجمل من الأهداف، وكما قال ضيفي قبل قليل أنها حققت هذه الأهداف. السؤال المباشر، ما هي الاستراتيجية الأوكرانية في مواجهة هذه الاستراتيجية التي تراها حسب وجهة نظرك أنها فاشلة، لكن بالمقابل هنالك اتهامات لكييف بأنها تفقد كل استراتيجية بشأن المواجهة، وبالتالي هي تطلب كل الأسلحة من الغرب؟ أولاً أنا غير موافق معكم. إن نحن لنتذكر منذ سنة روسيا أرادت احتلال كل أوكرانيا، وبهذا السبب كانت هجوم شامل في شمال أوكرانيا، في كمان في جنوب أوكرانيا وفي منطقة دونباس، يعني في شرق أوكرانيا. إن كانت رغبة عند روسيا احتلال كل أوكرانيا، عند روسيا احتلال مدينة كييف لمدة 3 أيام. ولنتذكر بأن روسيا أرادت احتلال كل أوكرانيا لمدة شهر، هذا منذ سنة عندما روسيا هاجمت على أوكرانيا. الآن عند أوكرانيا استراتيجية واحد، هذا طرد روس من أراضي أوكرانيا بشكل كامل، بعدين دفع تعويضات، بعدين نحن نترك السؤال من سوف يحاسب على كل جرائم التي روسيا ترتكب هنا في أوكرانيا. وبهذا السبب أوكرانيا تطلب تأسيس محكمة جنائية خاصة حول جرائم بوتين في أوكرانيا. كمان أنا أضيف بأن من الضروري تأسيس نفس المحكمة حول جرائم بوتين في سوريا. ولكن نحن كمان ندرك بأن صيغة ذهبية لأوكرانيا هذا انضمام إلى ناتو، لأن بعد حرب عندما أوكرانيا تنتصر، وأنا على يقين بأن روسيا سوف تهاجم على أوكرانيا. نعم سيد فلوديمير، أعتذر منك فقط لأن الوقت داهمني، ولكن أشكرك لهذا التوضيح. السيد فلوديمير شاماكوف الدبلوماسي السابق كنت معي عبر سكايب من كييف، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.